أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم وفيها. قال تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إن ليبيا تمكنت من رفع إنتاجها النفطي إلى حوالي 622 ألف برميل يوميا، ونسب التقرير هذا الإنتاج إلى ثلاث شركات هي الخليج العربي للنفط جوكو وشركة إني الإيطالية وشركة سيرت للنفط. أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تعتزم خفض نسبة العلاوة الاجتماعية للموظفين من 10% إلى 5% من الأجر الأساسي في العام المالي المقبل، وأرجعت الوزارة هذا الإجراء إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي من 18% من الأجر الشامل إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير. أكد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن السياسة النقدية للبنك تعزز التعافي بشكل دوري رغم المشاكل التي تتطلب المزيد من الوقت مثل البطالة. وأضاف دراغي في كلمة بالبرلمان الإيطالي أن البيانات الإيجابية تدل على أن السياسة النقدية على المسار الصحيح لتدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن شراء السندات من قبل البنك يحقق التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو. أظهرت بيانات عقارية لمؤسسة نيشن وايد أن أسعار المنازل في بريطانيا زادت في مارس بأقل وتيرة سنوية لها منذ سبتمبر 2014، في علامة جديدة على فتور السوق الإسكاني في البلاد. وقالت نيشن وايد إن المعدل السنوي للزيادة تراجع إلى 5.1% من 5.7% في فبراير. وأضافت أن وتيرة نمو السوق الإسكان ظلت محدودة مع تراجع عدد القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها لشراء منازل في يناير نحو 20% عن مستواها قبل عام. تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى مع تقديرات سابقة، بينما سجلت أرباح الشركات بعد الضرائب أكبر تراجع لها منذ أوائل عام 2011. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في ثالث تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج نما بمعدل سنوي بلغ 2.2% في الربع الأخير دون تعديل للتوقعات التي نشرت الشهر الماضي. أطلقت تويتر بريسكوب، وهو تطبيق لبث الفيديو الحي بواسطة الهواتف الذكية لمشاركته مع المتابعين على الشبكة الاجتماعية. وصرح تويتر أن تطبيقها الجديد يتيح بث لقطات فيديو حية للعالم، وعند بدء البث الحي سيجري اختيار المتابعين الذين يستطيعون الانضمام والتعليق، وعند انتهاء البث سيكون بإمكان المتابعين إعادة مشاهدة الفيديو خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. كما يمكن حفظ الفيديو المسجل في جهاز المستخدم أو نشر رابط له عند بدء تشغيله. وإلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف اليورو إلى 1.889 دولارا، والجنيه الاسترليني 1.4879 دولارا، وعربيا بلغ سعر الريال السعودي 0.2665 دولارا، والدرهم الإماراتي 0.2723 دولارا، واستقر الجنيه المصري عند 0.1319 دولارا. كان هذا كل ما لدينا مشاهدينا في جولتنا الاقتصادية. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.